في مصر، فلم يمر سوى عامين على دخول مصر في مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، حتى أعلنت الشركة الأمريكية عن استبعادها من المؤشر وسط مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد وأزمة شح عملة قد تكون هي الأشد. ستقوم جي بي مورغان باستبعاد مصر التي يقل وزنها عن 1% من المؤشر من سلسلة مؤشراتها للسندات الحكومية والأسواق الناشئة اعتبارا من 31 من يناير. ولدى مصر 13 إصدار من السندات المقومة بالجنيه في مؤشرات المصرف الأمريكي بأجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030. يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع جميع السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بعدما تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر بحسب بيانات تريدويب. وتعاني مصر بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود مع ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، تأثرت بشدة بالحرب في غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز، وكذلك بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر. ينضم إلينا من القاهرة محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي. أهلا بك أستاذ محمد. نتحدث عن هذه السندات. نتحدث عن هذه السندات الحكومية، وما هي قراءتك بالنسبة لتقييمها من قبل بيوت الخبرة كما سمعنا اليوم مثلا من جي بي مورغان؟ هو الحقيقة موضوع خروج مصر دي ليس أول مرة، ولكن مصر كانت خرجت من هذا المؤشر في يونيو 2011، فده يعتبر الخروج الثاني. عادت مصر في 31 يناير زي ما حضرتك قلتي 2022 بعد مفاوضات شديدة جدا، قعد حوالي 3 سنوات في مفاوضات مع جي بي مورغان عشان نحاول ان احنا نخش، ونجحت السلطات المصرية في اقناع جي بي مورغان في انه يقبل او يدرج السندات الحكومية المصرية في ضمن باسكت الاندكس بتاع المؤشر بتاعه. طبعا كان ده بعد ما طلبوا مجموعه كبيره جدا من الطلبات، اهمها يعني اطاله عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد ورفع نسبه مشاركه المستثمرين الاجانب في الادوات الماليه الحكوميه وزياده حجم الاصدارات وعدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الاجانب. كل الطلبات دي تم استيفائها، ولكن كان هناك محدد مهم، وهو المحدد ده هو المحدد الرئيسي اللي خلى جي بي مورغان تاني يبدأ يبص في إخراج مصر السندات المصرية من محفظته. السبب الأولاني زي ما حضرتك أشرتي هو وجود عراقيل أمام المستثمرين في الحصول على العملات الأجنبية، وده يعني ديسكاونت في السوق ومعروف. إنما السبب المهم هو تراجع الوزن النسبي للسندات المصرية. تراجع الوزن النسبي للسندات المصرية من 1.85، لأن لما جه يخش في يناير 22 طلبوا إن احنا لازم نرفع الحد الأدنى الذي يتعين فيه إدراج سنداتنا في المؤشر، فقرر إن مصر تخش ب 14 إصدار بقيمة حوالي 26 مليار دولار، والنسبة ارتفعت إلى 1.85، سمحت لمصر وأهلتها أنها تخش في الاندكس لجي بي مورغان، وده كانت تداعياته متميزة لأنها زادت ثقة المستثمرين الأجانب، زادت كفاءة إدارة الدين العام، خفضت تكلفته، جذبت شريحة جديدة من المستثمرين وساعدت على تدفق بعد التداعيات اللي حصلت المعروفة كلها. النسبة دي تراجعت الآن لأن القيمة السوقية للسندات المصرية نقصت جامد جدا في الأسواق ونتيجة زيادة المخاطر والتصنيف الانخفاض التصنيف الائتماني لآخر الأسباب المعروفة. النسبة انخفضت من 1.85% إلى 1% ثم إلى 0.65%. هذه النسبة ضئيلة جدا، لا تؤهل السندات للاستمرار، وبيعملوا دايما ايفالويشن للوضع، ممكن نطلع ممكن نخش تاني. طبعا ده هيأثر على تأثيرات سلبية
وتداعيات مباشرة وغير مباشرة على الوضع. هناك نعم. طبعا أخبار جيدة جدا زي ما قلتي من اجتماع معالي المحافظ ووزير المالية في نيويورك مع سيدة جانيت يلين ومديرة الصندوق لدعم الاقتصاد المصري، لكن طبعا ده هيأثر نسبيا على انخفاض شهية المستثمرين علشان هل شراء صناديق مصرية أو يعملوا أستاذي ليدز أند لاج بيتخلط. تفضلي. هذه المحادثات وهذه التصريحات هل هي كافية أم هناك حلول إضافية يمكن لمصر اتخاذها في ظل هذه الأزمة الدولارية وفي ظل كل ما تحدثت عنه؟ طبعا هناك إجراءات، أنا أعتقد أن هناك إجراءات في الأيام القليلة القادمة ستؤخذ في الاعتبار، خاصة بالنسبة لي يعني تحفيز تدفق النقد الأجنبي عن طريق برنامج الطروحات وزيادته من العدد ولحلحة إجراءاته. طبعا النظر في موضوع سعر الصرف ومرونته ويعني تقليص الفجوة ما بينه وما بين السوق السوداء، محاربة يعني احتواء التضخم، تقليص الفجوة النقدية دي، التفاهم مع صندوق النقد الدولي، كل دي عوامل في الفترة اللي جاية هتبقى محل البحث، هي اللي تعيد تاني الثقة في أوراق الدين العام الحكومية، وسواء كانت اللي متداولة في اليورو دولار أو متداولة في السوق المحلي أو حتى اللي في الفار إيست، عشان ما نقدر حتى زيادة تكلفة التأمين على ديون مصر بتزيد في ظل الأوضاع دي. زي ما حضرتك قلتي السندات أسعارها إلى حد ما تحسنت امبارح بمجرد أن خبر تفاؤلي نرجو أنه يتحول إلى واقع، وبالتالي تنعكس ده على عودة السندات المصرية لجاذبيتها وعودة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تنتهي الأوضاع الجيوسياسية اللي في المنطقة اللي بتطاردنا ما بين الحين والآخر، وهي سبب الأزمات كلها اللي من يعني احنا عايشين فيها من أول كورونا نعم. لغاية الحرب الروسية الأوكرانية ثم الآن غزة والتوترات في البحر الأحمر، كلها حاجات بتؤثر علينا بشكل مباشر. وأنا أعتقد أن الدعم الدولي لمصر في الظروف الحالية مطلوب جدا، لأن احنا دايما بندفع الثمن في كل أحداث جاية من خارج الحدود. نعم، شكرا لك محمد عبد تفضل. العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، كنت معنا من القاهرة، وأهلا وسهلا بك.